ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ شفتوا الدوشه؟ العالم كله تعبان، صح؟ كله خايف وكله مرعوب، وحتى احنا اوقات كتير قوي بيجي علينا وقت بنخاف. بطبيعة البشر، ما احنا كده، ما احنا بشر. طب امتى ما نخافش؟ ازاي ما نخافش؟ صعبة. هقولكوا على حاجة. في مرة كان ولد صغير بيقول لبابا لو سمحت خدني معاك الشغل، وبابا كان بيشتغل قبطان على مركب كبيرة قوي. بعد إلحاح شديد وافق وخده معاه، وهم في وسط البحر قامت نوة قوية جدا، صعبة مش في ميعادها. كل الناس خافت وترعبت، إحساس الموس إحساس صعب. كل واحد طلع فوق سطح السفينة وعايز يلاقي نفسه فرصة للنجاة، والولد الصغير ابنه كان نايم في بطن السفينة في الأوضة بتاعته. عرفوا العمال اللي موجودين على المركب ان الولد لسه تحت، نزلوا يصحوا وقالوا له قوم بسرعه المركب بتغرق. قال لهم طب هسالكوا سؤال، انت لسه هتسالنا؟ المركب بتغرق. قال لهم هو سؤال واحد، هو بابا لسه بيسوق السفينه؟ اه هو بيسوق السفينه. طب سيبوني اكمل نومي، لاني انا عارف ان بابا هيرجعني مره تاني لبر الأمان. إذا كنت يا رب أنت معايا، وماما العذراء أمك اللي بتحبنا وطول النهار والليل بترفع صلوات علشاننا بترعانا، معقول ممكن نخاف؟ لا مش هنخاف. مش ممكن اخاف لانك انت
بيكون اللي